10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات دوري أبطال آسيا 2. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل ثلاث نقاط مهمين، ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم القوة الجوية العراقي أمام التين أسير من دولة تركمانستان، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2. المباراة على ملعب المدينة الدولي، توقيت المباراة مساء اليوم الأربعاء في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والسابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على القناة الرابعة ون والمعلق رؤوف خليف، وقناة بين سبورت AFC 4 والمعلق حسن العيدروس، وقناة الكأس 9 والمعلق مصطفى العلوان، وقناة الكأس 11 والمعلق مصطفى العلوان، وقناة SSC اكسترا 1 HD والمعلق فهد عريشي، وقناة ابو ظبي الرياضية اسيا 2 والمعلق احمد الحسني. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل ثلاث نقاط مهمين، ومنافسات المجموعة B المجموعة الثانية ودوري ابطال اسيا 2. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.